محلول الملح، كل لتر ماء ربع كوب ملح. بنحرك جيد، بنجيب الفرخة أو الدجاجة، نتخلص من الزوائد. تأثير محلول الملح رفع الزناخة وتحبيس السوائل في الدجاج. طعم الملح يتساوى بالدجاج. نوضعه لمدة ساعة. نجيب رأس قرنبيط ورأس بصل صغير، قرنبيط صغير يكون الرأس حسب الذوق. نوضع قليل من الزبدة وقليل من فلفل الأسمر. ملح، ما بنوضع ملح لأنه الملح موجود بالدجاج. نطحن مكونات جيد. ممكن احنا نوضع رز، نوضع برغل حسب نظامكم الغذائي. نبدل القرنبيط، ممكن نوضع بصلة بالأسفل الوعاء. نوضع توابل الدجاج، وأنا حوضع توابل الدجاج، الرابط تبعهم في صندوق الوصف إذا أنتم حابين تعملوه بالبيت. نوضع الحشوة، نغلق الوعاء بورق الألمنيوم، نغلق بالغطاء طنجرة، ونوضع تقل فوق الطنجرة من شان ما يتسرب البخار. نتركها لمدة ساعتين ونص. إذا كان الطباخ على الكهرب بنوضعه على ربع الحرارة، وإذا كان على الغاز بنوضعه على العلة كبيرة على أقل حرارة. مثل ما أنتم شايفين كيف هو دايب دوب، يعني كتير روعة مثل الزبدة. في أمان الله. تزرونا بصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.